فكر بالبابا. يا حلفي أنا كمان وحياة الله أنا كمان وحياة الله. تفكر وقت حضننا بالحلم كيف هلا بيكون؟ كيف شكله؟ كيف وجهه؟ أنا بتعرفي كيف عيونه؟ أنا بتعرفي شو فكرت؟ أنا بعشق كل شيء ببابا مثلا. أنا فكرت متى بابا يكون جاي على البيت وعيونه عم يوجعوه كثير لانه كان عم يشتغل ملحم، بتعرف شو الملحم؟ وانا بابا كثير انا بابا كثير عم يشتغل لما بيجي لما بيجي شكله كله بويا من فوق لتحت او كله اسود او كله شحتار. شو اشتقت له؟ شو بتصدق؟ إذا ضليت عن جد إذا ضليت بحضنهم كل شو ما عملت لهم بفديهم دمي حبيبي كثير بحبك أنا بحبك كمان خلص حياتي انت كثير وحيط الله بتحس انه كثير قبل ما اجي لهون بابا لما كان مبين لما كان بالشغل اجا فلت الصاروخ على وجهه من هون في بس سنتي بين هون وشلش ربع النبض بس سنتي هالقد فيه ان كان اجا هون ما كان ضل معنا لا ما تخاف دائما بفكر انه ايمتى لازم يرتاح ايمتى انه خلص ايمتى لازم بقى يشتغل ليه؟ انا ما بدي بقى يشتغل حركتي رايحة بس ما بعرف كيف حبيبتي ركبت لك انا شو بحبك ما تبكي خلص شاطر حياتي لازم تكون قوية اوكي؟ يا مرتي هيك تكون قوية وهن كثير بحبوك اوكي؟ العفو ما بقى تبكي بقى خلص ما بدي اشوفك تبكي